منتخب الوطن المغربي وبعد فوزه القوي الجمعة الماضية على منتخب تنزانيا ب4 أهداف مقابل هدف واحد سيواصل مبارياته الودية وسيحاول تحقيق نتيجة إيجابية تحضير الاستحقاقات القارية المقبلة وعلى رأسها كأس أمم إفريقيا التظاهرة الكبيرة التي سيقام السنغالي. كرة طويلة في الوسط تفد الخطأ تلعبات الكرة تدخل الدفاع غزة الشباك عبيدة المنتخب الوطني المغربي تخلت غير حاولت يخرج الكرة من مناطق المنتخب الوطني المغربي تدخل لك خطأ خطأ واضح تدخل طرف اللعبة نجينار نياي هذه محاولة حذري من تسديدة للمرمى هذه فرصة تسديدة مرة جانبا محاولة خطيرة لفائدة المنتخب السنغالي الوطن المغربي فاطمة تاكناوت هناك تغطية كما كتعلن على خطأ لفائدة العميدة رقم جيرو صرا هذه فرصة لفائدة المنتخب الوطني المغربي رفعت الكرة داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة أقرب لخادي فاي لعبة فريق لابتسام أجريدي ممتازة داخل منطقة الجزاء فرصة هدف ضربة الجزاء ضربة جزاء واضحة ضربة جزاء واضحة لفائدة المنتخب الوطني المغربي الحكمة المالية باكايوكو تيليبا ما ترددش كثير في الإعلان عن ضربة إمكانية تسجيل هدف ابتسام أجريدي ابتسام أجريدي والهدف الأول هدف أول لفائدة المنتخب الوطني المغربي بداية موفقة للمؤات الأطلس المنتخب الوطني المغربي يتمكن من تسجيل الهدف الأول بواسطة لاعبة سناء مسودي ولاعبة ابتسام أجريدي بعد ضربة الجزاء اللي كيد لفائدة المنتخب الوطني المغربي هذه فرصة فرصة والهدف ولكن هناك صافرة هناك راية وهناك وضعية تسلل كانت فرصة ومحاولة لفائدة المنتخب الوطني المغربي تمريرة كنعتقدش بأنه كان هناك تسلل إمكانية الهدف الثاني إمكانية الهدف الثاني فرصة ضربة جزاء كما لم تعلن شيء اعتقد بانه كان هناك عرقله اعتقد بانه كان هناك عرقله لفاطمه تكلم لانه راه غات الحارسه خادي فاي الحارسه ديال وتستعد للعوده لمواصله هذا اللقاء 15 دقيقه اللي مرات دائما 1-0 لفائده امام جنوب افريقيا بنفس النتيجه وامام غينيا الاستوائيه بحيث كانت كبيره 5-0 اللقب اللي كان عاد لغينيا الاستوائيه اللي فاز على منتخب جنوب افريقيا ب 4-0 انذار لدياي ولينا 4-2 بعد ما كانت المباراه بهدف لم تتجاوز محاوله المتابعه ديال فاطمه تاكناو والتدخل والكره في الركنيه الركنيه اللي فادت المنتخب الوطني كانت ترفع الكره ممتازه في القائمه الثانيه الراسيه فرصه الهدف والهدف الثاني هدف ثاني لفادت المنتخب الوطني المغربي تلعبات بشكل ممتاز تمريره من انيسه الحماري في القائمه الثانيه وهدف لفادت المنتخب الوطني المغربي تكبوش اخطاء ونقدموا المطلوب في هذا كذلك هذا المباراه الحضور يكون جيد جزاء فرصه فاطمه تاكناو تاكناو تمريره امكانيه تسديد غزل الشباك ولكن الكره جانبا فرصه ومحاوله ابتسام اجريدي اعتقد بانه كان بامكانه تسدد للمرمى فضلت توضع الكره امام غزل الشباك ولكن تسديده مره لعبت الكرة دائرية تدخل لياسمين مرابط مراوغة ممتازة ابتسام أجريدي مرتد هجومي لفتاة مراوغة ديال حنان أي الحاج كرة خارج أرضية الملعب وضربة مرمى لفتاة تمرير في الوسط لاعب بينيتا كوركيل وخطأ لفتاة منتخب السنغال على المستوى الافريقي كيبقى منتخب نيجيري في اخر نسخه تمكن من الفوز باول لقب في تاريخه نتمنى ان شاء الله المنتخب الوطني المغربي يدخل لائحه المنتخبات الفائزه هذه فرصه تمريره داخل منطقه الجزاء تدخل وابعاد الكره كانت فرصه ومحاوله لفائده المنتخب صنعوا مجد الكره الافريقيه والكره العربيه فرصه والهدف هدف لفائده المنتخب الوطني المغربي ساره كاسي حدثت بانه جيل ذهبي لعيبه بامكانهم يكتبوا اسم ديالهم بمداد من الفخر والاعتزاز ساره كاسي تكسر كل الحواجز وتسجل هدف ثاني لفائده مجريدي كان يتسجيل هدف اخر هدف رابع قادم هدف رابع هدف رابع هدف رابع لفائده المنتخب الوطني المغربي في الوقت للحكمه المساعده رفع الرهان
الحكمة المساعدة كتعلن على وضعية التسلل. سنتابع اللقطة وسنتابع استرجع كرة اللعيبات ديال المنتخب السنغال من الجهة اليمنى دخول وفقدات التوازن اللعيبة نجين مسودي مسودي فرصة تسديدة لكن الكرة بعيدة كان بإمكانها تمرر في الجهة اليسرى. تواجد ابتسام الجريدي وكذلك لعيبات ديال المنتخب الوطني المغربي ابتسام الجريدي جريدي تمريرة داخل منطقة الجزاء ولكن كرة أقرب لخادفاي المنتخب الوطني المغربي فاطمة تاكناو ترفعات الكرة ولكن مشت مباشرة لبنى دخول داخل منطقة الجزاء حذاري من الأخطاء محاولة خطيرة بواسطة لعيبة نجينار نياي فهذه المنافسة العالمية تبدأ المحاولة سناء مسودي مسودي خذت الكرة كان تدخل كان تدخل خاوي حكمة كانت إذن شباك كترفع الكرة في القائمة الثانية ولكن هذه المرة كرة بعيدة على عزيزة رباح ضربة مرمى لإفادة المنتخب تابعنا انطلاقة ديال فاطمة تاكناوت ترفعت الكرة والهدف هدف رابع لإفادة المنتخب الوطني المغربي واسطة لعبة متألقة فاطمة تاكناوت لامت الكرة جت مباشرة المرمى وبالتالي غلطة حارسة خاطفاي أربعة الأهداف للا شيء لإفادة المنتخب الوطني المغربي فاطمة تاكناوت كيب الجنوب الأفريقي وماميل دي ساندونز بالإضافة لتوت عن خامون من المصري ونادي البنك التجاري الإثيوبي الركنية رفعت كرة داخل منطقة الجزاء الرأسية خاطرة إفادة منتخب السنغال والتغطية حاضرة من ياسمين مرابط إبعاد الكرة تدخل إبعاد الكرة دائما الخطورة غيزان الشباك الكرة فقط عند قبل الوطني المغربي إيمان سعود وخطأ تدخل ديال بينيتا كوركيل أمام المغربي غيزان الشباك وضعت الكرة أمام فاطمة تاكناوت تسديدة ولكن بعيدة الكرة ما خرجاش دائما تسديد ابتسام جريدي والهدف الهدف الخامس لفائدة المنتخب الوطني المغربي خروج كان خاطئ للحارسة اللي دخلت خلال هذا الشوط الثاني أجين دياي تم استغلاله على نحو جيد ابتسام جريدي كتمكن انها ترفع الكرة وتسجل الهدف الخامس لفائدة المنتخب الوطني المغربي وثنائية لابتسام جريدي تابعوا من جديد هذا الفرصة وهذه المحاولة خروج الحارسة المراوغة كانت ممتازة من إيمان سعود اختلط الكرة لابتسام عجريدي كل هدوء الوسطى في مباراتين كل استعداد للقاء أمام منتخب الغابون بواسطة رانيا بوطيبي فرصة الهدف فرصة الهدف فرصة الهدف والهدف هدف سادس لفائدة المنتخب الوطني المغربي هدف سادس لفائدة المنتخب الوطني المغربي بواسطة كنزة شابيل